السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم درسة مادة غدا محمد يوسف منصور من المدارس الفلسطينية في دولة قطر. أعزائي الطلبة، سوف نبدأ اليوم في الفصل الثاني لمادة الرياضيات إن شاء الله، الوحدة الأولى ألا وهي الزاوية في الوضع القياسي. قبل أن نبدأ في الزاوية الوضع القياسي والزاوية الموجهة، أولا نريد أن نستحكم مأخذة سابقا عن ما معنى الزاوية. ما معنى الزاوية؟ الزاوية كانت عبارة عن هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية، يعني هذا الشعاع اللي هو باء ألف وهذا الشعاع آخر باء جيم لهما نفس نقطة البداية، وكنا تقرأ الزاوية وهذه هي تشكلت ايش عندي؟ زاوية. إذا كنا نقرأ هذه الزاوية ألف باء جيم أو جي باء ألف أو زاوية باء، ما كانت تفرق، كان كل زاوية لها ثلاثة قراءات. لكن الآن لدينا زاوية موجهة، زاوية عرفنا أن هي زاوية عبارة عن اتحاد شعاعين لكن موجهة، هذا يعني أن لها اتجاه. ماذا نعني بكلمة اتجاه؟ احكي لهم أن الزاوية الموجهة لها إيش هي؟ عندي ضلع ابتداء وضلع إيش عندي انتهاء. هاي اللي هي زاوية تحدد اتجاه واتجاه دوران ضلع الابتداء ينطبق على ضلع الانتهاء. شو قصدي يعني عندي هنا هاي زاوية، هاي ايش عندي شعاع، هذا الشعاع بسميه هاي باء ألف وهنا باء جي، هاي ايش عندي ضلع الابتداء وهاي ضلع ايش الانتهاء. هنا بحكي لنا هي زاوية ايش عندي تحدد اتجاه بايش؟ هو عندي ضلع الابتداء بيمشي لو الجهة كان بداية وهون ضلع ابتداء، منكم عند هذا الضلع هو الابتداء، يا ايش عندي يتجه نحو ايش عندي ضلع الانتهاء ينطبق عليه، لهيك يكون اتجاه هذه الزاوية بهذا الشكل. يعني ايش عندي مثلا؟ هاي انا عندي نفترض انه هذا شعاع وهذا شعاع اللي هو نفس نقطة البداية، وهنا ضلع الابتداء، هذا ضلع الابتداء ينطبق على ضلع الانتهاء بهذا الشكل، راح فيها اتجاه مع ايش؟ بهذا الشكل، واضح؟ أو العكس، إذا كان عندي نفس الشيء نفس الزاوية كان ضلع الانتهاء هو الجهة الأخرى، يعني كان هون عندي ضلع الابتداء، ضلع الابتداء وهذا ضلع ايش الانتهاء، وبكون هيك مع بهذا الشكل، يعني نفترض إنه هذا ضلع الابتداء فوق بالأزرق وهاي عندي الأحمر ضلع الانتهاء، بكون شيء ايش عندي ظهري بشكل دوران ودور. شوف كيف ضلع الانتهاء الابتداء ينطبق على ضلع الانتهاء، لاحظ دورانه هو باتجاه عقارب، هكذا باتجاه عقارب الساعة. فارتقوا عندما تكون الدوران عندما تكون ضلع الابتداء بهذا الشكل، هيك بهذا الشكل ضلع الابتداء هاي تكون ضد عقارب الساعة، تكون ماذا؟ موجبة. وإذا كان دوران مع عقارب الساعة بهذا الشكل تكون ماذا؟ ايش عندي بتكون سالبة. واضح؟ إذا هي الزاوية الموجهة عندما يكون ضلع الابتداء يعني حتى ينطبق على ضلع الانتهاء تكون اتجاه الزاوية هاي الابتداء بهذا الشكل ضد عقارب الساعة، فيكون قياس الزاوية موجب. وإذا كان عندي اتجاه هاي عندي ضلع الابتداء بكون مع عقارب الساعة إلى جهة ضلع الانتهاء، شو بكون عندي ضلع؟ بكون الزاوية قياسها ماذا؟ سالبة. واضح؟ إذا عندي إذا من الزاوية لها اتجاه، إذا كان ضد عقارب الساعة بتكون موجبة، وإذا كان مع عقارب الساعة شو بتكون؟ سالبة. إذا هيك بتكون مع عقارب الساعة قياس الزاوية تكون سالبة، وضد عقارب الساعة تكون الزاوية ماذا؟ موجبة. سؤال بحكي لنا ما قيمة س التي تمثل قياس الزاوية في كل من الأشكال الآتية؟ لاحظ عزيزي الطالب، هون قياس الزاوية ايش عندي؟ 70 درجة، وهنا الزاوية الأخرى هي قياسها س، بدي أعرف قياس زاوية س. أولاً هي الدائرة، الدائرة قديش قياسها؟ 360 درجة. إذا 70 راح منها كم ضل س؟ بحكي قياس زاوية س تساوي 360 درجة ناقص 70 درجة. قديش بطلع عندي؟ 60 360 ناقص 70 درجة 290 درجة. إذا عرفت قياس زاوية س هي 290 درجة. إذا قياس الزاوية 290 درجة، علي الآن أن أحدد هل هي موجبة أم سالبة؟ بشوف اتجاه هاي ضلع الابتداء، هاي ما بلشت، لاحظ إنه مع عقارب الساعة، وإحنا
حكينا مع عقارب الساعة شو بتكون؟ قياس الزاوية ايش بتكون؟ سالب. إذا قياس زاوية سين شو بتساوي؟ سالب 290 درجة. ليه؟ لكان بتكون ايش اتجاهها مع عقارب الساعة. السؤال الثاني بحكي لنا السؤال الثاني اللي هو بحكي لنا إنه عندي زاوية قياس زاوية سين عندي 250 نفس الشيء نعرف الدائرة كام 360 درجة. شو بحكي؟ 360 درجة 360 درجة ناقص 250 درجة عندي 0 6 ناقص 5 1 ناقص 2 ايش عندي؟ 1 اذا 110 درجات. اذا ايش راح تكون عندي؟ 110 درجات قياس هذه الزاوية 110 درجات. واضح؟ 110 درجات لما 0 ناقص 0 0 6 ناقص 5 1 3 ناقص 2 1 110 درجات. اذا هذه قياس الزاوية هل هي موجب ولا سالب؟ بالطبع الاتجاه هذا الابتداء وهذا العشرين الانتهاء مع عقارب الساعة اذا تكون قياسا ماذا؟ هو سالب. السؤال الاخير عندي قياس الزاوية سالب 250 درجة سالب اسفل 50 درجة بالطبع قياس زاوية سين شو بعمل نفس الكلام بحكي 360 درجة ناقص 150 درجة 0 6 ناقص 5 1 3 ناقص 1 2 210 درجة هنا قياس زاوية سين 210 درجة. لو نريد الآن أن نعرف هل هي موجبة أو سالبة هاي الابتداء هنا يبدأ بهذا الشكل ايش بكون ايش عندي مع عقارب الساعة شو بتكون عندي سالبة. وهكذا عزيزي الطالب انتهينا من الزاوية الموجهة وان شاء الله سوف نستكمل الدرس في الدرس اللاحق ان شاء الله بإذن يعطيكم ألف عافية.